كيريه ليسون كيريه ليسون كيريه ليسون كيريه ليسون يا رب ارحم كيريه ليسون كيريه ليسون ارحمنا يا الله كيريه ليسون كيريه ليسون اسمعنا وارحمنا كيريه ليسون كيريه ليسون كيريه ليسون من إكراما مجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجماعة رسلي أمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي. هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها يا رب ارحم. هللو يا جيب نبيين ورميتئون ناكب وليب شوي صوه بس انت ومن بيفير نيسي سياني بروس فور شوبو ايروك اللي لو يا خنفران ام فيوت نمشيرين ام بيب نبمت واب ونوتي ان اوت في اسم رؤوت انجيف نوتي فيوت ببند اكراتور اسم رؤوت انجيف منو جنيس ان شيري سوس بخريستوس بن شويس اسم رؤوت انجيف ابن مثواب ان برك ليتون امين. Yes, Fatir Agios, yes, Eos Agios, Neum Agion, Amin. Vlogitos, Kyrios, Othios, Histos, Eonos, Amin. Nes nos tiro es mu ev chois, maro es mero vingeni leus tiru, javif noita grueri egon, o ultimes mient ev chois, chob chayne, Amin. Hallelujah. Lux abateri ke yoke agiom nevmati kenin ke ai ke skose onas tone onon amin. Hallelujah. Shlil. Ebe brosafshis sasite. Irini pa. Και το πνευματί σου Μάριν και πέμωτεν το τφυμπρίφερ πισνανίφ Ωγώ εννοεί τυφνούτε φιώτεν Μπεν σοίς οχ μπεν νούτι Ωγώ μπεν σωτήρ Ιησούς Χριστός Γεφερίς και μπάζιν εγών εφέρ Βοησνήρων εφαρέρων Αφσόπτεν ερωφαυτή όσο ερωναυτή τότεν αφεντέν σαχριέταϊ ονούθο ενθόφων μάρεν τύχο ερωφαγός εν τύφαρέρον χεν πάιχο ούθο αφάιον τύρον τέβαινον χεν χερίνιν ευέν γεβίβαν το χρατούρ Σοι σε βενότι μπρος επεξάστη Κύριε λέησον Αιώχα السيد رب الإله الضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حالنا ومن أجل كل حالنا في كل حال لأنك سترتنا وأنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك
اشفقت علينا عادتنا تتبنى لهذه الساعة. اطلبوا لك يرحمنا الله اطرف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يحفظ لنا علينا حياة وكيامة بين الطوبى والمكرم رئيس الأساقف البابا الأنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا رفائيل، واجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرات خطايانا. يا رب ارحم. أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنبعات فارزقنا إياه، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندرس الحياة والعقارب كل قوة عدوة خلال هذا اليوم القمام صور القصوص والشنام سكليس وكل الشعب وضعف فليكونوا محاللين فهم السلس القدوس الآب والابن روح قسم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفوال 12 رسول فهم مناظر إله الإنجيل طهر وشريد وفير القديس سبريس معلم نادرس كورس والقديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس خاتم أشهد ريس كان القديس يوحنا دابيل فهم قديس كيريلوس قديس باسيليوس قديس أوروريوس من أفا 318 250 بقسطنطينية 200 بأفسس أما أبينا الطوبى والمكرم إيس الكهنة البابا الأنبا تودروس أما حقرت أنه مبارك من أسنى أبل ابن روح قدس الآن وكلنا أمين. إن بنيوت الطيوت Amen.
Sheer Seba,
البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركاته علينا أمين. ماذا أقول أيضا؟ لأنه يعوزني الوقت إن أخبرت عن جدعون وباراك وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء الأخر الذين بالإيمان قهروا ممالك، عملوا البر، نالوا المواعيد، سدوا أفواه الأسود، أخمدوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا في الضعف، صاروا أقوياء في الحرب، هزموا جيوش غرباء، أخذت نساء أمواتهن من بعد قيامتي، وآخرون ضربوا مثل الطبول ولم يقبلوا إليهم النجاة لكي ينالوا القيامة الفاضلة، وآخرون تجربوا في هزؤ وجلد ثم في قيود أيضا وحبس، رجموا، نشروا بالمناشير، جربوا، ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في فراء وجلود معزة، معوزين، متضايقين، متألمين، هؤلاء الذين لم يكن العالم يستحقهم، تائهين في البراري والجبال والمغاير وشقوق الأرض، فهؤلاء كلهم شهد لهم من قبل الإيمان ولم ينالوا الموعد، لأن الله منذ البدء تقدم فنظر من أجلنا أمرا مختارا لكي لا يكملوا بدوننا. من أجل هذا نحن أيضا الذين لنا سحابة شهداء هذه مقدارها محيطة بنا، فلنطرح عنا كل تكبر والخطية القائمة علينا جدا، وبالصبر فلنسعى في الجهاد الموضوع لنا، وننظر إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، هذا الذي عوض ما كان قدامه من الفرح صبر على الصليب واستهان بالعار وجلس عن يمين عرش الله. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أباء وأخواتي أمين. الكسل يكون فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول، بركاته علينا أمين. لا يئن بعضكم على بعض يا إخوتي لئلا تدانوا، هوذا الديان واقف على الأبواب، خذوا لكم يا إخوتي مثال احتمالات المشقات وطول أناه الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب. ها نحن نطوب الصابرين، قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب هو عظيم الرأفة جدا وهو طويل الأناة. وقبل كل شيء يا إخوتي لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر، وليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، لئلا تكونوا تحت الحكم. وإن كان واحد منكم قد نال تعب فليصلي والفرح القلب فليرتب، وإن كان واحد منكم مريضا فليدع قسوس الكنيسة وليصلوا عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب، وصلاة الإيمان تخلص المريض والرب يقيمه. وإن كان قد عمل خطية تغفر له، فاعترفوا بخطيئكم بعضكم لبعض وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي ما تشفوا، وصلاة البار فيها قوة عظيمة فعالة. كان إلي إنسان تحت الآلام مثلنا وصلى صلاة كي لا تمطر السماء، فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر، وصلى أيضا فأعطت السماء المطر والأرض أنبتت ثمارها. يا إخوتي إذا ضل واحد منكم عن سبيل الحق ورده واحدا فليعلم أن من يرد الخاطئ عن طريق ضلالته فإنه يخلص نفسه من الموت ويستر خطايا كثيرة. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. Yeah.
إبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. وكان يوجد يهوديا اسمه أبولوسو إسكندري الجنسي رجل فصيح قدم إلى أفسس مقتدر في الكتب. هذا كان تلميذا لطريق الرب، وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بيسوع، عارفا معمودية يوحنا فقط، وابتدى هذا يجاهر في المجمع. فلما سمعاه برسكيلا وأكيلا قبلاه إليهما وعلماه طريق الله بأكثر تدقيق. وإذ كان يريد أن ينطلق إلى أخائية حضوا الإخوة وكتبوا للتلاميذ أن يقبلوه. فلما جاء هذا نفع المؤمنين كثيرا بالنعمة، لأنه كان يفحم اليهود باشتداد جهرا مبينا لهم من الكتب أن المسيح هو يسوع. فحدث إذ كان أبولس في كورنثوس أن بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية لكي يأتي إلى أفسس وجد تلاميذا، فقال لهم: هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ قالوا له: ولا سمعنا أنه يوجد روح قدس. فقال لهم: فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا: بمعمودية يوحنا. فقال بولس: إن يوحنا عمد الشعب بماء التوبة قائلا أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي بيسوع. فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. ولما وضع بولس يده عليهم حل الروح القدس عليهم، فطفقوا ينطقون بألسنة ويتنبؤون. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. اليوم الثاني من شهر كياكم مبارك أحسن لاستقباله وعدوا علينا وعليكم نحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا الأثام والزلات من قبل مراحم ربي باخد أمين. في مثل هذا اليوم التنيح القديس أباهور الراهب وكان مجاهدا فقه الكثيرين في عبادته وحب العزلة منفردا في البرية، فحسده الشيطان وظهر له قائلا: في البرية أنت تغلبني لأنك متفرغ لقتالي، ولكن إن كنت شجاعا فذهب إلى الإسكندرية. ولما أراد الله إظهار فضيلته للناس ليتعلموا منه أرشده أن يمضي إلى الإسكندرية، فقام لوقته ومضى إلى هناك وبقى زمانا يسقي الماء المسجونين.
وحدث أن خيولا كانت تركض في وسط المدينة فصدم أحدهم طفلا فوقع ميتا، وكان القديس أباهور واقفا في المكان الذي مات فيه الطفل، فحرض الشيطان أناسا وجعلهم يقولون أن القاتل هو هذا الراهب الشيخ. لم يضطرب القديس من ذلك، بل تقدم وأخذ الطفل واحتضنه وهو يصلي إلى الله لكي يتمجد اسمه، ثم رشم على الطفل علامة الصليب المجيد فرجعت إليه الحياة وأعطاه لأبويه، فتعجب الحاضرون ومجدوا الله ومالت قلوبهم إلى القديس، فخاف من المجد الباطل وهرب إلى البرية وأقام بأحد الأديرة. ولما قرب وقت انتقاله من هذا العالم رأى جماعة من القديسين يدعونه إليهم، ففرح جدا وابتهجت نفسه وأرسل إلى ابنائه الرهبان وعلمهم بقرب انتقاله وأوصاهم بالوصايا الأبوية النافعة، فحزنوا على مفارقته إياهم، ثم مرض قليلا واستودع روحه وطهر بيد الرب الذي أحبه بركة صلوات القديس أباهور الرايف. فلتكن معنا أمين. في أيضا تنيح القديس الآن بهرمين السائح، ولد في البهنسة من أبوين برين، فربي على الأدام المسيحية، وفي حداثته خرج ليرعى غنم أبيه، فظهر له الرسولان بطرس ويوحنا ودعاياه للسيرة الرهبانية فطاعهما، وصعد إلى دير الأنبا يعقوب وتقابل مع رئيس الدير وطلب منه أن يعلمه السيرة الرهبانية. وبعد فترة لبس إسكيم الرهبنة فازداد في النعمة والجهاد الروحي، وكان مسابرا على النسك والصلوات، ثم مضى إلى البرية الداخلية حيث وجد نخلة وعين ماء، فمكث في ذلك الموضع مدة من الزمان، التقى فيها ببعض الآباء الصباح القديسين، وأخيرا انتقل إلى شمال مدينة قاو بالجبل الشرقي وعاش هناك في جهاد شاق، وكان يعمل مطنيات كثيرة حتى ضعف جسده وكلت عيناه، فلم يحتمل الشيطان وأثار عليه حروبا كثيرة، وكان ملاك الرب ينقذه منها. وعند نياحته حضر صديقا القديس أباهور والقديس يوساب والأباء الذين كانوا في ذلك الجبل وتباركوا منه، واستودع روحه الطاهرة في يدي الرب الذي أحبه، ثم صلوا عليه وكفنوه ودفنوه بإكرام جزيل بالكنيسة التي بقاو. وأظهر الله من جسده الطاهر آيات كثيرة، وما زال يوجد باسم القديس هرمينا دير بحري قاو بناحية عزبة الأقباط مركز البداري محافظة أسيوط، وبه جسد القديس بركة صلاة أم هرمينا. فلتكن معنا وربنا المجد دائما أبديا أمين. Agion so se o sagi
Agios asanatos so ekbarteno genesis eleison imens. Agios osteos, agios escheros, agios asanatos ansavrosis imens eleison imens. Agios osteos, agios escheros, agios asanatos, anastasik tonne koronke anil, estos oranos eleison imens doce. Keio ke agio pneumati kenin ke Keston se onas onon amine getries eleison imens. Και το πνεύμα Τεσού. Για σαίτε Ρωπή Ιησού Αλμασίχ ηλεύουνα αλλαζί χώτοβα τελεμίζε ελκοντήσιν ο ρούσουλ ελατχάρι κοήλεν εν εμπία ενου αμπρόραν κασίριν ιστά αν ιαρού μα εντουμ ταρούνα ολαμ ιαρού αν ιασμαού μα εντουμ τασμαούνα ολαμ ιασμαού. أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بيت الباطي قديسيك صلوا من أجل إنجيل المقدس يا رب اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى يا رب اشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا. هللويا ماروتشانس خين تكلسيا انت بفلا او او مارو اسمو ايرو فيت كاتدرا انت نيبرز فيتر او جام فكوي نومي تيو تيمي بريتناني سو ابن عمين جنيت سو تونو ابيو نو او او جن صوغ بفون شايني قطع التقسيس من شي سيدي اي اي نم بنيوت نبس قوم صبرا فايل شوي سفيار بتنون خائل لي اي 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 المزامير يا بين داود النبي بركاته علينا امين الصديق كالنخلة يزهر وكمثل أرز لبنان ينمو مغروسين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا زاهرين هللويا الإنجيل المقدس أصل من بشارة معلمنا لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركاته علينا أمين لا تخف أيها القطيع الصغير فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت بيع أمتعتكم أعطوا صدقة واصنع لكم أكياسا لتبلى كنزا في السماء لا يفنى حيث يدن منه سارق ولا يفسده سوس لأنه حيث كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا
لتكن أحقاؤكم ممنطقة ومصابيحكم موقدة، وأنتم أيضا تشبهون أناسا ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت. طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدوهم سائرين. الحق أقول لكم إنه يتمنطق ويدكئهم ويقوم فيخدمهم، وإذا جاء في الهزيع الثاني أو جاء في الهزيع الثالث وجدهم يصنعون هكذا. فطوبى لأولئك العبيد. وهذا علموه أنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السارق لكان